كمال بن عنتر المدير الجهوي للاكنا بنك الشبكه التجاريه لسطيف. احنا اليوم في اطار السياسه التجاريه تاع لاكنا بنك درنا ابواب، نظمنا ابواب مفتوحه حول الصيرفه الاسلاميه. انطلقت البارح من يوم الاحد 14 مارس الى 18 مارس الخميس القادم ان شاء الله هنا في المركز التجاري بارك مول، انطلاقا من انه الاسبوع هذا يتصادف مع العطله المدرسيه، ومن باب اخر انه المركز التجاري بارك مول يستقطب عدد كبير من العائلات سواء من ولايه سطيف او من ولايات الخارجيه. البارح بار اكزومبل في اليوم الانطلاق استقبلنا اكثر عدد من الولايات خارج سطيف، اكثر منها من العائلات الصيفيه. هذا ما يتنافاش مع اننا بنك وطني متواجد حول 48 ولايه، عندنا 219 وكاله تجاريه. الوكاله رقم 219 جوستومون هي وكاله ديدي اكسكلوزيفمون بور لا فينونس اسلاميك. سور لي 48 ولايه عندنا 48 وكاله فيها ان غيشي ميكست، يعني فيها ان غيشي دو لا فينونس كونفونسيونيل وفيها ان غيشي ديدي ا لا فينونس اسلاميك، في انتظار فتح شبكات اخرى ديدي. نغتنم الفرصه تاع الوجود تاعكم لهنا معنا باش نوجه الدعوه الى سكان سطيف، الى سكان الولايات المجاوره، الى كل العائلات الجزائريه باش يتقربوا من ليسباس تاعنا، ويقدروا حتى يتقربوا من الوكالات تاعنا اللي ذكرتها من قبيله باش للاستفسار حول الصيرفه الاسلاميه بصفه خاصه والصيرفه بصفه عامه.